قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لأهم عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للوداد في إياب نص النهائي الإفريقي. عبد الحفيظ كهربا يقترب من الشفاء قبل مواجهة العودة أمام الوداد. مدير الكرة بالأهلي ينفي حصول الشناوي على إنذار أمام الوداد. مجلس إدارة الأهلي يتفقد المشاريع الإنشائية في فرع زايد. استاد القاهرة يستضيف مباراة منتخب مصر أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا. ميسي ينافس على جائزة أفضل جناح أيمن في فريق أحلام فرانس فوتبول.